يمكن اتكلمنا في الانترو على عيد ميلاد مستر مانويل جوزيه ال 75، وانت ليك يعني جولات كتير مع مستر مانويل، عايزك تتكلم عن بعض هذه الجولات. اولا هو كل سنه وهو طيب، ربنا يبارك في عمره. كبر مستر جوزيه برضه، هو دايما يقول لك انا كبرت اساسا. لكن شخصيه من شخصيات ايام، مهما يعدي الوقت والسنين لا ما يتنسيش كل حاجه على فكره. حتى قبل ما اشتغل يعني، اللي كان شغال معايا بس بالصدفه واحنا موجودين في الاستوديو كان اسامه، هو اللي كان موجود قبلي. أيوه. مع مستر جوزيه، لكن كنت بحس دايما يعني انت لما جيت اسامه طار. لا امال ايه؟ ما انا هحكي لك القصه. المهم تحس ان مستر جوزيه، لا انت عايز تقرب ليه، بتتفرج عليه تحس ان الراجل ده دايما في دماغه حاجه، بيعلمك حاجه. قصه بقى انا واسامه، اسامه هو اللي كان قبلي مع مستر جوزيه. ايوه انا اسامه هو اللي كلمنا على فكره. كان خد قرار ان هو عايز يمشي، هيمشي من النادي يعني، عايز يشوف حته تانية. فقال لي انا بفكر اعمل كذا كذا كذا، ايه رايك لو هكلم مستر جوزيه عليك. المهم حصل اسامه جات له حاجه بره، جات له حاجه بره. فاتكلم اسامه، اتكلم مستر جوزيه وكده، وكان الحمد لله هو كان عنده خلفيه عني وكده. فكان اسامه مشي، انا طلعت مع اسامه. اشتغلت معاه من 2005 تقريبا، من 2005. الفتره دي كلها دايما بصراحه تحس ان انت خبره التدريب سنين كبيره قوي مع الراجل ده في كل حاجه على فكره، مش جوه الملعب. أيه. هو بره الملعب كمان شخصيه محترمه جدا، مهذب جدا، دمه خفيف جدا. في ميزه كمان نادرا ما تلاقيها هنا مع اي مدرب اجنبي. اولا بيحب المصريين قوي، والمصريين بيحبوه بطريقه مش طبيعيه، خصوصا جمهور الاهلي. جمهور الاهلي لحد اللحظه كنت بتكلم فيها انت دي يا ايمن، هم بيعشقوا حاجه اسمها مانويل جوزيه مهما جه مدرب. بس هو ذكي جدا، عرف ازاي يتعامل مع الجمهور. ما انا بقول لك، هو بس مش مصطنع. هو يعني حتى اول ولايه لي كانت لسه الامور، عارف برضو مش عارف العقليه كويس. مظبوط. اللي حصل في الولايه الثانيه بقى الموضوع اختلف تماما معاه، هو مع العلاقه بينه وبين جماهير الاهلي، علاقه بينه وبين اللعيبه، كم البطولات الكبيره اللي ما شاء الله طبعا قدر يحصل عليها مع وجود لعيبه. لكن بس عايز بوضح نقطه بسرعه، في لعيبه كويسه قوي، بس حضرتك لازم لعيبه كويسه وقويه جدا مع مدير فني يعرف يسيطر على الجروب ده او المجموعه دي. هو كان عنده الحته دي ايمن، كان عادي كمان اتمرن معاه فتره، وكان بلال كمان. لا هو عنده الحته دي مش طبيعيه، ما يحسسش حد ان انت الاهم عندي، انت مش مهم عندي. وجملته الشهيره لحد اللحظه دي يقول لك انا النجم عندي هو الفريق، مش النجم حد خالص. يعني يقول لك النجم عندي الفريق. عشان كده تحس ان كان اي 10 اي 11 بيلعبوا كله عايز يبقى كويس، كله هو النجم، كله بيأدي اقصى حاجه. طبعا سيبك من كم البطولات اللي فاز بيها ما شاء الله، انا هحكي لك حاجه بسرعه بس كده. ماتش الصفاقس اللي كسبناه هناك 1-0 بتاع ابو تريكه، كنا في القاهره هنا تعادلنا 1-1. طبعا احنا طالعين، كان هو وكابتن حسام وكنت انا في الجهاز طالعين، طبعا كابتن احمد ناجي خلاص البطوله انتهت، راح لهم اوضه اللبس. لا قاعدين احنا في الاوضه، واللعيبه طبعا مش شايفه ومتضايقه جدا. لقينا واحد خارج ورايح على اوضه اللبس بتاعت الصفاقسي، كلم المدير الفني، مبروك بس انا هكسبك واخد البطوله منك هناك. بيقولها عن ثقه ولا بيقولها يعني تهديد؟ لا مش بيهدد. والله العظيم ايمن زي ما بحكي لك، دخل قال لك الكلمتين دول وراح مشي. مع ان الاجواء والاجواء وفريق الصفاقسي في الوقت ده قوي جدا. والاجواء في تونس، انا بسخن اللعيبه ايمن، الموضوع مرعب طبعا بجد، والله العظيم الموضوع مرعب بجد يعني طبعًا. سبحان الله بقى، هو قالها ثقه في نفسه وثقه في فرقته ما تعرفش، لكن هو قالها في لحظه كده بسرعه. احنا قاعدين انا واحد خارج، مبروك بس انا هكسبك واخد منك البطوله هناك. انت يعني لو قلتها، لو حكيتها لحد، لا استحاله طبعا. وروحنا هناك طبعا، والهدف الشهير بتاع ابو تريكا، ورجعنا بالبطوله. لكن هو راجل كان اولا عنده شخصيته قويه جدا ايمن، عنده ثقه في نفسه، عنده ثقه في فرقته كويس قوي، بيعرف يزرع فيك الثقه. يعني اول ما قعد معايا كنا في معسكر في الدنمارك، كنت اول مره اروح، قعدنا هو خالص لوحدينا كده، تسلم عليا وانا عارفك وعارف تاريخك وكده، بس حاول طول ما انت موجود. انت كنت سيبك موضوع انك لعيب، انت الوقت مدرب، بتقول عايز ابقى مدرب. طول ما انت موجود في الفتره دي لازم تستفاد من كل لحظه في الملعب او بره الملعب. ثقف نفسك وعلم نفسك وكل حاجه، خليها خبراتك تنفعك. صحيح. فهو معاملته كمان حاجه محترمه جدا، وراجل شيك في كل حاجه على فكره، حتى كان شيك في لبس، وشيك في كلام، وشيك في اكله، حتى شيك في اكله فعلا مش تهريج. هو ما بياكلش اي حاجه يعني، مزاجه كمان مزاجنجي قوي في الاكل، بيحب حته الاسماك والحاجات دي كلها. بيطلع رحلات صيد كتير قوي على فكره على طول. فهو شخصيه تفضل على طول معاك، ما تنساهوش خالص. بقول له كل سنه طيب، ودايما كده في صحه وسعاده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن اسامه، بالتاكيد كان ليك تعاملات مع مستر مانويل،
وطبعا تابعت الفترات المزدهره اللي هو حقق فيها بطولات، ويمكن زي ما الكابتن علاء انت بدات معاه من البدايه. بس كنت عايز اتكلم على حاجه في الاول كده، الكابتن علاء قال لك هو مستر مانويل كبر او عجز، يعني هل المسؤوليه كمدير فني اللي بيشتغل في مجال الكوره بتعجز؟ بتنوت. انا مش شايف كده. لا بتعجز الكره اللي بتعجز ولا هو مسؤوليه المدير الفني في الملعب؟ اه طبعا بتعجز طبعا. عليه ضغوط جامده. طبعا. يعني هكلمك في دي سريعا قبل ما نروح للكابتن مستر مان. مفيش شك المسؤوليه كبيره جدا، خاصه على المدير الفني، لانه كل الحساب في الاخر بيقع على عاتقه. صحيح معاه جهاز معاون ويبقى ليهم ادوار كبيره جدا، صحيح في مجلس اداره، صحيح في لاعبين، صحيح كل الكلام ده، ولكن في النهايه وبالذات كمان في المنطقه العربيه ومنها مصر، الجمهور اول ما بيحاسب او الاداره هيقول لك المدير الفني. يعني ممكن الفرقه تجيد جدا يبقى اللعيبه تتصيط قوي، لما المدير الفني بيخطا او اللعيبه ما تبقاش موفقه، مش عايز اقول المدير الفني بيخطئ، اقصد لما اللعيبه تكونش موفقه النتائج او النتائج يقول لك المدير الفني هو اللي غلطان وهو اللي نزل التشكيل غلط وهو اللي كان المفروض يعمل كده. فهو المسؤوليه الاولى بتقع على المدير الفني، وعلى ذلك هو بيبقى مضغوط، خاصه وانت لاعب مسؤوليتك بتبقى في ايدك انت قوي. يعني وانت لعيب ايمن بتبقى بتدريبك بجهدك، بتنام بدري، بتعرف انت هتبقى كويس امتى، بتركز لما تكون عايز تركز، كل الادوات، يعني الادوات اللي تقدر تطلع بيها امكانياتك في ايدك انت. أيوة. لكن المدير الفني بيمرن بيعمل، لكن ما يعرفش اللعيب بره ممكن يكون بيعمل ايه، ممكن ما يكونش بيريح نفسه كويس، ممكن يكون ماشي مش مظبوط، ممكن يعني امور اخرى، ملعب وحش قوي، ممكن يكون ظروف ضده مع امكانيات لعيبه مش قويه قوي. يعني في عوامل كتيره جدا ما بيبقاش هو حاكمها 100%، ولكن المسؤوليه الكبيره بتقع على على عليه هو والنتائج. ولذلك بيبقى مضغوط نفسيا. أيوه. النتائج بالذات لما تكون مش موفق فيها بتبقى مضغوط جدا من الجماهير والاداره والاعلام، فطبعا هي شغلانه صعبه. تفرق شغلانه صعبه كمدير فني الفريق كبير او فريق صغير؟ طبعا تفرق. انت يعني الفريق الكبير بيريحك في حاجات كتيره جدا، لان بتبقى امكانيات ماديه ما فيهاش مشكله، اللعيبه بتاخد مرتباتها في وقتها، ما عندكش مشاكل. دي اول نقطه بتواجهك وانت ماسك الفرق اللي هي محدوده الامكانيات في النواحي الماديه. بس لأنك بيعمل عليك ضغوط برضه في الفرق. فريق كبير انت مطالب ببطولات. ما لسه ما انا بقول لك، انا هقارن لك بين الاثنين. الفريق الكبير فيه مميزات كتيره في ايه؟ زي ما قلت لك ماديا بيبقى غالبا بيبقى ماديا بيعرف يدي حقوق اللعيبه في مواعيدها، دي بتفرق معاك كتير جدا. لان انا اتعاملت كده واتعاملت في فرق صغيره امكانيات الماديه، لان بتقع على عليك انت في دماغك في الاخر، اللعيبه بتيجي تكلمك انت على حقوقها الماديه وعلى يعني ضغوط كمان خارج موضوع الملعب. ايوه دي نقطه. اللعيبه النادي الكبير في امكانيات لعيبه عاليه، ما انت مش هتعمل كل حاجه في الملعب طبعا. في لعيب بيبتكر حاجه من عنده بيجيب لك جون انت وانت مزنوق في وقت معين، لان امكانياته الفنيه عاليه. فكل الامور ديت بتساعدك كمدير فني في نادي كبير، ولكن فيها مسؤوليه انك انت مطالب ببطولات، مطالب تحقق بطولات على طول، مطالب تعمل انجازات كبيره على طول، بتتعامل مع لعيبه منتخبات ولاعيبه دوليه ولاعيبه نجوميتها عاليه، فلازم طريقه معامله معينه تعرف ازاي تسيطر عليهم. دي النواحي المختلفه عن الفرقه الصغيره. الفرقه الصغيره امكانيات الفنيه ممكن تكون اقل، امكانيات الماديه تكون اقل، فبتبقى اصعب في حاجات معينه، لكن انت مش مطالب بنتائج غير عاديه، مطالب بحدود ظروف الفرقه اللي انت ماسكها. فهنا في الاختلاف. بالنسبه بقى لمستر مانويل، طبعا كل سنه وهو طيب وربنا يديله الصحه والعمر. علاء اتكلم كتير قوي، كل اللي علاء قاله مظبوط. شخصيته قويه جدا، بيعرف يدير الماتشات كويس قوي، عنده ثقه في نفسه عاليه جدا، بيعرف يتعامل مع النجوم بطريقه كويسه جدا، بيعرف امتى
يضغط اللعيبه وامتى يهزر معاهم ويبقى زي اخوهم او ابوهم وازاي يبقى مرح في وقت معين وبيعرف يطلع من اللعيبه كل امكانياتها ودي مش سهله في اي مدير فني في اقصى قدراتها يعني. اقصى قدراتها في مدير فني بيتعامل وخلاص وبينزل الماتش والدنيا لكن هو بيعرف ياخد من كل واحد احسن ما فيه وامتى يضغط عليه امتى يريحه امتى فتعلمنا منه حاجات كتيره جدا طبعا انا اول بطوله كان نجوم كتير لسه باديه اللي هي معظم منتخب الناشئين ويمكن بلال كان معانا اعتقد عادل كان لسه ولا كان معانا 2001 خدنا بطوله افريقيا افريقيا والسوبر وبعد كده كملت معاه لغايه 2004 و2005 لغايه لما على جه وطبعا اتعلمنا منه كتير وهو علامه في تاريخ الكره المصريه وفي تاريخ النادي الاهلي فربنا يديله الصحه يعني كابتن احمد بلال اكيد زمان كابتن اسامه المستر مانويل علامه مضيئه في تاريخ الكره المصريه وتاريخ النادي الاهلي طبعا مستر مانويل عايز اقول طبعا استكمالا لكلام الكباتن هو بص كان عنده ثلاث مميزات مهمين جدا بالنسبه لاي مدير فني رقم واحد ان هو كمدير فني قوي الشخصيه يعني لما تتعامل مع نجوم كتير وبقى عندك سوبر ستارز كتير جدا في النادي الاهلي وتقدر تسيطر عليهم وتسيطر على اوضه اللبس ده دليل انك انت عندك مدير فني قوي جدا قوي الشخصيه جدا ما بتفلتش من اوضه اللبس ما فيش لعيب بيقدر ان هو مثلا يتمرد ما فيش لعيب يقدر يجي يقول لك لا انا مش لاعب انا مزاجي مش حلو يعني احنا شفنا وسمعنا في انديه كتيره جدا جدا ان في لعيبه بتتحكم احيانا في تشكيل الفرق ودي حقيقه يعني ما حدش يقدر ينكرها لكن مع مانويل جوزيه الامر كان استحاله مش صعب لا استحاله هو اللي كان مسيطر بشكل كبير جدا فرض شخصيته على الفرقه عايز اقول لك كمان هو كان نجم يعني بيتعامل من الجمهور كنجم مش كمدير فني بس هو بيحط التاكتكس وبيدير الفرقه وبيحط التشكيل لا الجمهور كان بيعتبره نجم او سوبر ستار الفرقه دي رقم واحد رقم اتنين كان شخصيه ذكيه جدا بيعرف امتى يتعامل مع اللعيبه بيعرف ازاي يتعامل مع اللعيبه الكبار بشكل كويس امتى يضغط عليهم يعني في بعض المواقف يمكن يحضرني كابتن علي وكابتن اسامه كان اللعيبه الكبار ما بين الشوطين كان اول حد بيتكلم او اول حد بيخش فيهم او هم اول ناس بيتكلم معاهم بشكل قاسي جدا 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 عشان كل اللعيبه الباقيه تاخد عظه وتبقى رساله بالنسبه لهم فكان دي حاجه مميزه جدا بالنسبه لمانويل جوزيه الماتشات كان بيتعامل فيها بذكاء شديد جدا جدا يمكن انا في ماتشات كتيره جدا لكن انا افتكر ماتش الاتحاد كابتن علاء كابتن اسامه 2-1 هناك وائل جمعه بيلعب راس حربه وعلاء ابراهيم وفاروق كنا في وقت من الاوقات بنلعب خمسه راس حربه هو عنده حته لا انا هكسب الماتش باي طريقه باي شكل مجازف بشكل كبير جدا ودي برضو دي حاجه تحسب لمستر مانويل جوزيه الاهم من كده كله والنقطه الاهم ان هو كان بيحب النادي الاهلي هو بيعتبر ان النادي الاهلي مش نادي فقط انا بديره كمدير فني او انا محترف فيه كمدير فني هو كان بيحب النادي الاهلي جدا 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 وهو اعتبر ان نجوميه مانويل جوزيه واسمه وتاريخه جه من خلال النادي الاهلي فكان ده الرابط اللي ما بينه وما بين النادي الحاجه الاهم طبعا كان مجلس اداره موفر كل الحاجات بالنسبه للمدير الفني ودي ساعدت على نجاح مستر مانويل جوزيه وهو كمان بشخصيته قدر ان هو يساعد النادي الاهلي كتير جدا جدا الاهلي كان بياخد بطولات قبل مانويل جوزيه ودي وهياخد وخد بعد مانويل جوزيه وهيستمر النادي الاهلي ياخد بطولات لكن انا بكلمك على ظروف جت كانت النادي الاهلي بيمر بظروف صعبه في الوقت ده وقدر هو بشخصيته وبتعامله مع اللعيبه ان هو يخلق تيم كبير جدا يحصد بطولات في وقت قليل جدا يا كابتن علاء قدر ياخد بطوله افريقيا والدوري العام والسوبر يمكن في ناس لا دخلت النادي الاهلي مع مانويل جوزيه خدت بطولات احنا ما نعرفش اساميها هو بجد يعني احنا نفسنا ما نعرفش اساميها فهو طبعا كل سنه هو طيب مدير فني كبير تاريخ جوه النادي الاهلي صحيح كابتن عادل يمكن تعاملاتك مع مستر مانويل ما كانتش كتيره ولكن اكيد اتعرفت على شخصيته وخصوصا في المواقف الصعبه اللي كانت بتقابل الفريق مستر مانويل هو السبب الرئيسي يعني انا بدايتي يعني لعبت ماتشات في 2000 و2001 قبل ما يجي مستر مانويل بس ماتشات دقيقه دقيقتين بدخل ال 18 ولكن كان بدايتي الحقيقه مع مستر مانويل الكباتن طبعا لخصوا يعني وقالوا كل حاجه على مستر مانويل مستر مانويل من اول يوم جه فرض شخصيته شويه البرتغاليين شعب برتغالي والمصري شويه قريبين بعض برتغال مصر الارجنتين البرازيل تحسهم نفس الميول ونفس الطريقه مع اختلاف الثقافات شويه ولكن نفس نوعيه الطبيعه البشريه شويه فدي برده من الحاجات اللي نجحته جوه مصر من اول يوم فرض شخصيته على اللعيبه الكبار كان بدايتي مع مستر مانويل برده في واحنا راجعين من معسكر البرتغال
قبل مباراه ريال مدريد بثلاث ايام. يعني احنا جينا من البرتغال على مباراه ريال مدريد، واحنا راجعين في الطياره كنت انا وكام لعيب قاعدين جنبه، فبيقولنا كنا صغيرين كلهم، كنا لسه راجعين منتخب الشباب، وقال لنا انتوا متخيلين احنا ممكن نعمل ايه مع ريال مدريد؟ فما حدش يعني ساكتين، اللي هو احنا عايزين نشوف الرد يعني. قال لنا بس احنا ممكن نكسبهم، فبرضه احنا مش، قال لنا طب في حد فيكم بيفكر يلعب؟ فبرضه احنا عايزين، انا يعني انا واحد من الناس قاعد عايز اعرف هو عايز يقول ايه. قال لنا خدوا بالكم عشان ممكن اي حد ليه بيلعب في المباراه. المباراه دي فعلا كان لعيبه كتير جدا صغار لعبت المباراه دي، ولعيبه كبار كتير علاقتهم انتهت بالنادي الاهلي قبل من المباراه دي. هو عمل جيل جديد، خد بالك مع مستر مانو الاول، واحد اول ولايه كان مع لعيبه صغيرين كتير جدا في الفريق. يعني اللعيبه الكبار في الفرقه كانوا يتعدوا على الصوابع، وليد صلاح الدين، هادي خشبه، خالد بيبو، وائل جمعه كان لسه جاي جديد، وائل جمعه كان لسه ما كانش باللعيبه الكبار، الحضري برده ما كانش عنده النجوميه اللي تمتع بيها بعد كده. مستر مانويل بالنسبه لي المدرب الوحيد اللي قدر يبقى نجم في مصر بعد كابتن جوهري. مظبوط. يعني كابتن جوهري كان نجم. مزبوط. كان جيل، يقول لك جيل الجوهري 90، مزبوط. جيل الجوهري 98. جوزيه، مستر مانويل جوزيه عمل ده، عمل نجوميه، مع ان معاه حاجه صعبه جدا ان يبقى عندك كم نجوم توالت على الفتره دي، بركات وابو تريكه وكل الناس ومتعب وكل الناس اللي كانت موجوده بما فيهم الجهاز. الجهاز اللي معاك برضو كانوا نجوم، يعني النجوم الناس اللي موجودين معاك في الجهاز كلهم لعبوا وكانوا نجوم في النادي. صحيح. فلما تبقى انت النجم الاوحد في وسط دول، وانك تبقى انت المسيطر على الناس دي كلها، يعني امر صعب جدا، والكباتن شرحوه بشكل كبير جدا. هو واضح وبيأثر، ما عندوش فكر المدربين اللي هو يقعد يعمل حسابات لحاجه، ما بيعملش حسابات لحاجه. هو شايف موقف، انا هتعامل على الموقف ده، ما بيقعدش يحسب حسابات. انا دلوقتي يعني معظم المدربين بيقعد يحسب الحسابات، لو انا اتعاملت مع اللعيب الكبير ده هيبقى عامل رد فعله ازاي. هو بيتعامل بعفويه شديده جدا، ما كانش عنيد شويه، عنيد جدا. ما ينفعش حد يبقى كده. ما ينفعش حد يبقى، احنا قلنا ده كله ومش عنيد، هو ده عشان عنيد. يعني هو عنيد فبيعمل الحاجات دي. بس هو في حاجه، هو موهوب عنده بالفطره ذكاء شديد جدا جوه الملعب. عايز اقول لك ان في حاجات هو اللي بدا يشتغل. يعني مستر مانويل اول واحد مسك النادي الاهلي باللي انا شفته يلعب زون في ملعبه في فاينل افريقيا. احنا لعبنا كاس سوبر افريقي، قعدنا اسبوع نتمرن في اسماعيليه، بنلعب زون من نص الملعب. ما اعرفش، اعتقد بلال كان موجود معانا في 2002 في الاسماعيلي، كان معسكر في اسماعيلي فعلا في مباراه كايزر تشيفز. بنلعب انا وحسام غالي عاملين نقول 4-1 عاملين نقول هو احنا نلعب زون في استاد القاهره، هنلعب بالفرقه دي زون في استاد القاهره. الفرقه كان عندها كم سرعات، فبالحاجات اللي معلقه معاك طول الوقت هتفضل تتعلم منه. لعبنا زون وكسبنا المباراه 4 اول ربع ساعه 2-0، ومباراه فيها كم فرص مش طبيعي. كان خلق للناس، يعني انا واحد من الناس كنت مركز معاه، انت في حاجات جديده بتتعمل. احنا طول عمرنا النادي الاهلي بيلعب في استاد القاهره، لازم يلعب ضغط على فرقه، لازم يلعب عليها جيم مفتوح. فهو غير مفاهيم الناس كتير جدا. استفدت منه كمدرب؟ طبعا عايز اقول لك ان كل، يعني مستر مانويل من الناس اللي انت لو اي حد اتعامل معاها ومركز معاه هيأثر معاه في كل حاجه، في تحليل. أيوة. وانت بتحلل، خد بالك كل واحد عندنا عنده مرجعيه لحاجه. يعني وانت بتحلل عندك مرجعيه من حد انت بتثق فيه بتشتغل انت. طبعا انت عندك حاجات جواك، ولكن انت عندك مرجعيه من ناس، من ناس. اذا كنت لعيب يبقى عندك مرجعيه لعيب كبير انت شفته. صحيح. اذا كنت مدرب يبقى عندك مرجعيه لحد. فمستر مانويل مرجعيه لناس كتير جدا في مصر، وخد بالك هيبقى في جيل جديد. كل الناس اللي اتمرنت مع مستر مانويل في التدريب اعتقد هيبقى فيها جزء منه.